السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله العظيم. حيرنا كثيرا مفهوم المسلمين للربا وشدة التحريم فيه، حتى شعرنا بتناقض شديد بين كل النظم الاقتصادية الحديثة ومفهوم المسلمين للربا الذي يحد من إمكانيات تطور المجتمع اقتصاديا وتحويل معاملات اقتصادية إلى مستحيلة، بحيث لا نجد أي حل للوفاق بين صاحب المال وبين صاحب الفكرة، وذلك لأن المعتقد السائد أن صاحب المال يستطيع إقراض صاحب الفكرة أو المشروع، ولكن بدون أن يكون له الحق في الحصول على أرباح المشروع إلا إذا شارك في خطورة المشروع على حد زعم الفقهاء. ومن هنا اخترع الفقهاء قانون الشراكة الذي يعتمد على المخاطرة المشتركة، وإذا لم يكن كذلك فهو باطل، علما بأن الفقهاء أجازوا شراء المخاطرة عن طريق التأمينات، وبذلك يستطيع المؤمن أن يضمن حصوله على ماله أو ما أمنه مقابل دفع عمولة لشركة التأمين التي تتحمل كل المخاطرة التي يمكن أن تكون. خليكم معانا. إذا كان الأمر كذلك، فمن حدد أن المقرض لا يستطيع أن يتنازل عن قسم من الأرباح مقابل أن يضمن أن يحصل على ماله ونسبة أقل من الربحية للمشروع المشترك، كأن يحصل على ربح مضمون بنسبة 10% بدل حصوله على ربح افتراضي بقيمة 50% من أرباح المشروع. دراسة الآيات القرآنية التي تتحدث عن الربا وسياقها تفيد أنها جاءت في سياق الفقراء والصدقات والزكاة، وعليه فإن تفسير الربا على أنه زيادة في المال المسترجع بغض النظر عن هوية الدائن والمدين فهو بعيد عن مفهوم الآيات التي لا يستدل منها أبدا أن إيداع مبلغ في البنك والحصول على نسبة فائدة محددة مسبقا يمكن أن يكون له أي صلة بالمساكين والصدقات والزكاة، علما أن البنك يقوم بإعطاء هذه الأموال إلى أصحاب أعمال وأفكار اقتصادية يقومون باستثمارها وإقامة مشاريع اقتصادية تفيد المجتمع برمته. إن تحديد الآية 273 من سورة البقرة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هؤلاء هم عنوان الآيات التي تليها. يقول: من أنفقوا أموالهم بالليل والنهار فلهم أجرهم عند ربهم. وفي الآية التي تليها تحدث عن الاحتمال الثاني، وهو إعطاؤهم مالا مع زيادة تسقل كاهلهم أي أكل الربا. وفي آية أخرى قال: أضعافا مضاعفة. من هنا فإن الزيادة في المال الذي يفرض على الفقراء ما يؤدي إلى التحكم بهم واستغلالهم حد الربوبية، فهذا هو الربا. وعليه فإن قد خلصنا إلى أن معنى الربا في القرآن يأتي من مصدر الربوبية، وهي السيطرة واستغلال فقر الناس من أجل سلبهم حريتهم وكرامتهم وتعففهم. إن استغلال حاجة الناس النابعة من فقر أو كارثة أحلت بهم وإعطاؤهم قرضا مع العلم المسبق أنه ليس باستطاعتهم سداده، وذلك بهدف ابتزازهم والسيطرة عليهم، فهذا هو الربا بعينه. انظر كيف قال الله عن أخذ الربا: آكل الربا. وهذا دليل آخر على أن الزيادة في القرض الاستهلاكي الذي هو من أجل الأكل والشرب والأمور الأساسية في الحياة فهو ربا يؤدي إلى دمار المجتمع أيا كان، وهو ما حرمه الله قطعا. فهناك كثيرون من الفقهاء الذين أجازوا الزيادة في السداد إذا كانت بضاعة،
وهل يستطيع الفقير ارجاع كيلين من الحنطة بدل الكيل الذي اخذه؟ وهل هذا رأيكم ليس ربا؟ نرى للأسف بيوت الصرافة والمقايضين في السوق يتلقون تعليمات من مشايخ كثيرين تتيح لهم اخذ الربا الذي يربو على قروض الفقراء لمجرد انهم قايضوا عملة بعملة او مثلها من الاحتيال الذي يسقي الكاهل الفقراء ويسبب المشقة لهم لانهم دانوا ما اقترضوه عنوة نتيجة ضعف او قلة حيلة. ان الاصل في الاقراض هو التأكد من هدف القرض، فاذا كان من اجل الاستهلاك الاساسي للانسان عندما يدخل المقترض في تعريف الفقراء فلا يجوز برأيي قطعا ان تحدث فيه زيادة لانه قرض لفقير. اما ان يأتي صاحب المشروع ويقترض من صاحب مال من اجل اقامة مشروع يأتي بالفائدة على الطرفين بحيث يأخذ صاحب المال نسبة محددة من الربح مقابل ماله والباقي يأخذه صاحب المشروع الذي اداره وتحمل كل المخاطرة فيه، فلا نجد في ذلك اي علاقة بالربا كما ورد في الايات القرآنية اعلاه، فقد احل الله البيع وحرم الربا. ان الربا هو كل نوع من استغلال الفقير واستعباده واحداث حالة من الربوبية بينك وبينه بحيث تصبح مسيطرا عليه، وكل قرض استهلاكي يعطى له لا يجوز اطلاقا ان تكون فيه زيادة او فائدة مالية تجنيها من ذلك. ترى المسلمين وللأسف يقومون ببيع حاجات للفقير وتحديد سعر اعلى اذا ما كان السداد مؤجلا، وذلك تحت ذريعة ان هذا بيع ويجوز الزيادة في البيع المؤجل عن البيع المعجل، وهذا لا يفرق اي شيء عن الربا بشيء، بل هو ربا بعينه. لذلك فان كل دين استهلاكي لا يجوز برأينا ان تكون فيه زيادة لانه ليس استثماريا ويمكن ان يجني منه المدين اي ربح. عندما يقوم البنك باشتراط تقديم خطة اقتصادية لمشروع من اجل المصادقة على قرض فانه ينفذ احكام القرآن الكريم حيث يتأكد من قدرة المقترض عن سداد دينه ولا يستغله. اما اذا دخل المقترض في حالة خسارة وعدم القدرة على السداد عندها يدخل في تعريف الضعيف الفقير، وعندها يقول الله ذروا ما بقى من الربا وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، وهناك انظمة اقتصادية متطورة في العالم تطبق ذلك بالحرف حيث ان البنك يوقف زيادة الفائدة مباشرة بعد اعلان المقترض عن افلاسه ولا يستطيع قانونيا الا ان يطالبها برأس المال. للأسف هذا هو النظام في البنوك الغربية التي نعتها الفقهاء بالربوية. اما البنوك الاسلامية فتجد انها تفرض نسب اعلى من الفوائد على المقترضين بحجة ان قروضها حلالا، ولذلك يتضرر المقترض من دفع مبالغ طائلة لسداد ديونه، واحيانا يجد نفسه في السجن لعدم قدرته على السداد، وهذا ما الغي تماما في النظم الاقتصادية المتطورة بحيث لا يمكن سجن المقترض الا اذا ثبت انه قام بالنصب والاحتيال من اجل عدم سداد دينه. وان كان ذو عسرة فنظر حتى ميسرة، اي ان على الدائن الانتظار حتى تتيسر امور المدين، وان تصدقوا خيرا لكم ان كنتم تعلمون. وهنا تتجلى عظمة هذا القرآن الذي وضع اليات متطورة جدا في موضوع التعاملات الاقتصادية، بدأت حديثا انظمة اقتصادية متطورة تطبقها. عندما يتقدم من يريد قرضا من اجل شراء بيت يأوي ويقوم البنك ببحث مصادر دخله وامكانياته لسداد القرض ويعطيه قرضا بناء على ذلك، في نظام الفقهاء الافاضل يقولون انه يفضل ان يدفع ايجارات ولا يقترض. وما هي نتيجة هذا النظام؟ ان يبقى في المجتمع اصحاب المال الذين يبنون بيوتا وعمارات وكل ما لديه ثمن كامل للبيت، وهم اكثر من 90% من المجتمع يعيشون تحت رحمة هؤلاء لانهم يعيشون عندهم بالايجار. اليس هذا هو الربا والتحكمية وترسيخ الاقطاعية والطبقية؟ بينما عند الغرب الذين يطبقون القرآن يقترضون ويعيشون ببيوت دون منا من احد. خلاصة القول ان الربا من الربوبية وتعني السيطرة والاستغلال والابتزاز للفقير او المحتاج، وهذا مصدر تحريمات شديد في الاسلام، وهو ما تقوم به شركات الاقراض وعائلات الاجرام والمافيا من اجل السيطرة على المجتمع من خلال استغلال ضعف الفقراء والمساكين.
وهذه أكبر مفسدة للمجتمعات وما أكثر هؤلاء في مجتمعنا للأسف. وشكرا.